بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم هو أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله يا ربي، و إن شاء الله ربي يجعل أياماتنا كل عيد مش غير اليوم برك. في الحقيقة اليوم رحنا صلينا صلاة العيد، وهذه أول مرة في حياتي مش مرة نصلي في العيد. يامات العيد وقت فات كنت نقعد في الدار وحدي مع ولادي، نحس بالفراغ ونحس اني تيمة، نحس بالوحدة. وكنت يامات العيد دايما نطيح دمعتي على خدي، نحس هكذا روحي مجروحة، نحس هكذا حاجة فارغة في قلبي الداخل. الخطرة هذه الموضوع متبدل ومختلف، وإحساس واحد آخر جديد، وفرحة في القلب، فرحة كبيرة كبيرة في القلب. اليوم كي رحت صليت صلاة العيد قلت لكم هذه أول مرة في حياتي، يعني حدث تاريخي، يعني حدث تاريخي مليح بزاف بزاف. أول مرة في حياتي ثاني نروح نصلي صلاة التراويح. في صلاة التراويح تعرفت على نساء، ما همش بنات، تعرفت على نساء كبار في العمر، كما نقولوا احنا تاع 55 سنة و60 و65 و70 حتى ال 75 سنة، نساء كبار في العمر وحاجات. تعرفت عليهم خلال شهر رمضان كي كنت نروح نصلي صلاة التراويح وصلاة التهجد، لقيت الراحة في وسطهم، راحة نفسية، حسيت بالأمان معاهم. كي كملنا شهر رمضان كي شغل خلاو لي فراغ في قلبي، نطلب ربي إن شاء الله رمضان الجاي لكنا من الحيين نزيد نتلاقى بهذا النساء الجميلات هذو اللي لقيتهم الخطرة هذه، نساء كبار في العمر مثقفات، عندهم ثقافة كبيرة في الدين. استفدت منهم حوايج بزاف، وتمنيت لو كان يعني كما نقولوا عندي علاقة يعني دائما معهم، لكن للأسف هما نساء من نفس منطقتي ونسكن أنا، لكن ولا مرة تصادفت بهم. هما يقرأوا في التعمحو الأمية، بربي إن شاء الله لك التبربي. وكانت عندي هكذا وقت فارغ نروح للمسجد خصيصا على جالهم، ومانيش حابة تقطع علاقتي بهم لأنهم نعمل يعني نعمل رفيق، يعني كبار في العمر ورزان ومثقفين سيرتو في أمور الدين. استفدت منهم حوايج بزاف ما كنتش نعرفهم أنا. اليوم صلاة العيد رحنا صلينا على 46 دقيقة، هذه ثاني أول مرة في حياتي نروح نصلي. حسيت بواحد الفرحة في قلبي ما نقدرش نوصفها. أنا مالفة في العيد نقعد غير مع ولادي في الدار، ما نروح لحتى واحد، ما يجيني حتى واحد. نلبس لولادي قشهم، ومن بعد نشربوا قهوه وحليب، ومن بعد نغافر عليهم. الخطره هذه الموضوع مختلف. رحنا صلينا صلاه العيد، وكي كملنا الصلاه غفرنا على النساء. كي غفرت ما غفرتش على وحده ولا زوج، غفرت على النساء اللي صليت معاهم صلاه التراويح وكونت معاهم علاقه صداقه، وغفرت على النساء اللي ما نعرفهمش واللي جامي هدرت معاهم. سلمت تقريبا فايت 200 امراه. الهدف تاعي من كيما نقولوا هذا الشيء هذا هو اكتساب الاجر. وانا دائما كي ندير حاجه ونحوس نكتسب الاجر، الاجر موش ليا انا، نحوس ندير ندي الاجر هذاك باش ربي يقلبوا لي في وليداتي، يصلح لي الاولاد، يصلح لي الوليدات، يصلح لي الوليدات ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله ربي يجعل اياماتنا اكل عيد. والخطره هذه اول مره واول عيد ما طيحش دمعتي على خدي، ما بكيتش، لانه حسيت بفرحه وحسيت باللي خرجت من الدار ورحت للجامع وشفت نساء وغافرت عليهم. الحمد لله رب العالمين، هذه انا عندي بالدنيا وما فيها. اليوم انا واش نهي، انا خلال شهر رمضان كنت نفطر غير على الشربه وندير خبز ولا كسره، كنت قادره نشري ندير الماكله، لكن انا ما شريتش وما درتش، لانه كنت حابه رمضان يكون شهر العباده والصيام، وكنت ناكل في الشربه والخبز ولا الكسره كما نقولوا حنا، به الواحد ما يموتش بالشر، هذا ما كان. وكنت مركزه على العباده، على الصلاه، على النافله، على التهجد، على صلاه التراويح، على قراءه القران، ختمت خاطرتين، حوايج كما هكذا. رمضان كان ليا انا، بصح العيد نحس فيه لولادي. ولادي درت لهم الكاطو، هو المكونات تاعو بسيطه جدا لكن نوعت فيها وشكلت فيها. درت بوسولة مسو،
ودرت هذا البتيفور، ودرت هذا تاع نواد كوكو، يعني ساهل لأقصى حد. نواد كوكو سكر رطب، لايمهم بماء زهر ورمدهم في سكر أحرش. ندير درت له الملون الأخضر هذا، درت الكروكي المقروط أول مرة في حياتي نديره، وأول مرة يصلح لي. مال فكي ندير المقروط نديره بالدقيق تاع تشيشة الخشين، وكنت دائما نقليه، وكن بعد كي نقليه كما نقولوا احنا يتحل في المقلاة. وكنت كي نديره بنفسية مش مليحة، كنت دائما ندير هكذا نفسيتي مش مستقرة وهكذا. الخطرة هذه درتو بدقيق تاع الفرخ، دقيق هذاك الرقيق، وطيبته في الفور، وأول مرة أول مرة يصلح لي المقروط، الحمد لله رب العالمين. الغرز درت فيه لداخل، درت الجلجلان، هذاك المشوك، درته عجينة عادية جدا ما فيها والو لداخل، ورمته في السكر، رمته في كوكاو خشين، وهذيك زدتها من عندي أنا برك الكاكا بيجو، درتها من فوقها، زدتها أنا غير من عندي. هنا أنا ما كانش عندي الفناجل تاع الحليب، شريت هذو الفناجل، صح هما صغار بصح كفاونا. حنا العدد الأفراد الأسرة تاعي ماهوش الستة، أنا درت هذو الستة من أجل التصوير هذا مكان، وهذا مكان. في الدار تاعي ما عنديش كيما نقولوا حنا الفريش باش نفرش، قال لك زربية ومطارح، وقال لك مخاد وريدويت وهذو، أنا ما عنديش. مالا قلت بدل ما نفرش كما نقولوا احنا زربية وفريش وكذا كذا 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 كذا، قلت الطابلة اللي كنت مديرتها في الكوزينة جبت هي اللي حطيتها هنا زعما في الصالة، وشريت لها هذو طوال سيري هذا، حسبوا لي هو والله ما على بالي قد يدير، واقيلا 45000، هو خليه لي 20000 مول الحانوت هذاك اللي دائما نروح ليه، حسبوا لي غير ب 20000. قعدت له الحبه الاخرى، قلت نديرو في الصالون نعدل كيما نقولوا القعده هكذا، نفرح وليداتي كيما قلت. العيد هذا لولادي حبيت ندير لهم قاطو، وندير هكذا حلوى، وندير حوايج كيما هكا. هذو يا هذه انا شريت كميه قليله برك، انا قلت له اعطيني قيمه 10000، وخلطت منها شوي شوي، شويه كوكاو، شويه شيكولا، شويه هكذا، هذه شيكولا، شويه حلوى، شويه خلطناها، جات الكميه هذه. مانيش سما حطيتها هكذا ثاني باه نصور بها برك دوكا في الفيديو هذا، ومن بعد نولي ولادي ما نخليهمش ياكلوا الحلوى هذه، اكل نولي خبيها. اسمها به ما تسويش السنين، اسمها هذه درتها غير التصوير هذا مكان، ورايحه كل خطره كما نقولوا كل يوم نحط لهم منها شويه حتى نكملوها. وهذه هي كما قلت داري، هي داري ما تبدل فيها والو. رايحه نقول داري هي داري، نفس الحيوط، نفس السرير، نفس الخزانه، نفس المضربات، كلش هو ما تبدل حتى حاجه. اليوم رحت زرت القبر تاع والدتي، ودعينا لها، دعينا لها بالرحمه والمغفره، ان شاء الله ربي يتغمدها بالرحمه تاعو ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ربي يجعل ايامتنا اكل عيد في عيد. اللهم اجعل ايامتنا اكل عيد في عيد، اللهم اجعل لنا ايامتنا اكل عيد في عيد. ويا رب العالمين كل حرف تاع قران قريناه في شهر رمضان الفضيل يا ربي احتسبونا في ميزان الحسنات يا رب العالمين،
وزيدوا في ميزان الحسنات يا ربي، وصلح لنا الاولاد، صلح لنا امورنا، افتح لنا بيبان الخير، البيبان المغلوقه يا ربي افتحها تاع الخير. ان شاء الله يا ربي الحاجه اللي في قلوبنا اقضيها، رزقنا تاج الصحه، رزقنا الهنا، رزقنا راحه البال، رزقنا القناعه، قناعه في النفس، وثبتنا على الدين، ثبتنا على الصلاه، ثبتنا على قراءه القران يا رب العالمين. ويا ربي اجمعنا دائما بالناس الطيبين، الناس الملاح، الناس اللي يتمنوا لنا الخير، والعباد اللي يتمنوا لنا الشر، والله العباد اللي نفوسهم خبيثه، نفوسهم ماهيش مليحه، ان شاء الله يا ربي بعدهم علينا قد ما بعد السماء على الارض. ان شاء الله يا ربي ينعاد علينا هذا العيد، وان شاء الله ربي يجعل اياماتنا وكل عيد، والحمد لله رب العالمين.